معي عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم شويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، جهود مصرية واضحة في مرور أيام الهدنة بنجاح، ومساعي مستمرة لتمديد أيام الهدنة بالإضافة إلى جهود قطر والمساندة الأمريكية لهذه الجهود، فيما تشير هذه الهدنة وتمديدها في رأيك؟ الحقيقة موضوع الهدنة ده موضوع مهم جداً، لأن الاعتداء الغاشم على قطاع غزة أمر غير إنساني بالمرة يعني. فلابد من الهدنة، ونجحت جهود مصر في الوصول إلى هدنة لمدة 4 أيام، والآن لمدة 2 يومين إضافيين. هذا أمر مهم جدا، ومصر تبذل جهود ضخمة جدا للتفاهم مع حماس ومع إسرائيل لكي تصل إلى موضوع الهدنة، وموضوع الهدنة إن شاء الله يؤدي إلى وقف إطلاق النار. في رأيك أنها يعني إضافتها أو تمديدها هو خطوة في طريق وقف دائم لإطلاق النار؟ يعني أنا أتصور مد الهدنة يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهذا هو الأمر الطبيعي. نعم. ما لم تعد هناك عقبات غير مرئية. طيب، بالنظر للدبلوماسية المصرية ونشاطها لعرض ثوابت الموقف المصري مع الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في رأيك هذه الثوابت وصلت بشكل واضح إلى العالم، خاصة مسألة الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين؟ مصر تجتهد للوصول إلى هدنة مستمرة إلى وقف إطلاق النار، وهذا موضوع ليس بسيطا، يحتاج الى مجهود كبير جدا من تقوم به مصر، واتصالات مكثفه مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الجانب الاسرائيلي للوصول الى هذا الهدف، وهذا مهم جدا لوقف نزيف الدم الفلسطيني. نعم. طيب سيادة السفير، يعني الهدنة إلى أي مدى تراها فرصة لإيصال أكبر قدر من المساعدات عبر معبر رفح إلى الأهالي في قطاع غزة، مع انهيار القطاع الصحي واحتياجهم الرئيسي للعديد من السلع والمواد الغذائية والطبية أيضا؟ طبعا موضوع المساعدات التي تصل غزة، هذا مصر مهتمة به جدا، ويعني وصل مجهود المصري الى اكثر من 11,000 طن، وهذا امر طبيعي، لان حريصين مصر حريصه على ان يمر ابناء فلسطين من هذه الازمه بسلام. نعم، اشكرك سياده السفير ابراهيم شويمي، مساعد وزير الخارجيه الاسبق.